من أبغض الرجال إلى الله؟ لقد حث الإسلام على الأخلاق الحسنة في معاملة الناس، رغب في حسن معاشرتهم واللين معهم، وكذلك حذر أشد التحذير من المتصف باللدد في الخصومة، وأنه أبغض الرجال إلى الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والألد الخصم هو المولع بالخصومة والنزاع والمجادلة، الماهر فيها والدائم فيها كذلك. وإنما كان هذا الرجل هو أبغض الرجال إلى الله تعالى، أن يكرهه الله عز وجل كراهية شديدة. وبغض الله عز وجل للإنسان يترتب عليه الإثم والعقوبة، لأنه يجادل عن الباطل، وذلك يحمل على ضياع الحق والمطلب الحقوق وظلم أصحابها ونصرة الباطل. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهو تحذير أيضا لمن يخاصم بحق، لكنه لا يقتصر على قدر الخطأ، بل يظهر الزيادة ويبالغ في الخصومة، أو يمزج بطلب حقه كلمات مؤذية، أو يجادل بغير علم.